شد من هذا البيت عاود هذا زيد لهنا السيد الحاكم واحد شويه لداخل من هنا الى بغيتي تشد الطور من هنا جي هنا باش تشد الطور راه حتى العرعرات شاده العرعرات بعادين بواحد 20 متر الضوء ديالي عندك الفوطو اللي كيبان لنا من هنا تقريبا هذا دابا هيا راه داير عاود تم لهنا السيد الحاكم بالزيتون ها ماشي حتى الراس ها انت سير فوت كيدخل عليه دور لهنا تشوف هاي نشوف هذه هاي الجهه هيك الدار انت السيد الحاكم كما قال السيد الاشجار واجده ها انت راك كتشوف كيدخل على الغله هي فين كاين لا تبارك الله لا في هادشي شو لهيك كي دايره ديال الصح ماشي الحمد لله زيد السيد الحكيم شوف دابا هاد الوسطانيه هادي شوف الوسطاد هادي دابا اللي الشعير ماشي ديالي وهنا كتبع غيدخل هنا هدا هذيك اللي مقلوبه ماشي ديالي من تما داك اصلا كيف طلع داك الشكل داك الحاجه حتى للراس عت من اللوزه كيبان لك شي اييه هذاك هذا ديالي من تما هنا دابا كلشي ديالي شو التراب والارض مخيره السيد هادي الحمد لله عندو البيت ديال هادي راني كنت حطت فيه الماء بالبلدي وكانوا حبسوا المين وما بغاوش يزيدوا لي فيه بغا يزيد فيه في الصوندا هذاك شغله المهم انا حطت الماء وحبس عليه ها هو كفاه دابا ملي الماء كافيني ملي هو شايط حيت او استاذ الى سمحتي واخا مرحبا قادوس الماء عمي جاي من هنا على حد ديالي كيف مشى في ديك الفيرما بموافقه انجليزيه مسجله حتى دين تم كنجيب الماء ومن هنا لو مشينا من هنا كاين 100 متر اللي فارقه بلادي غير من هنا من الفوق مزيان الله يسخر الحمد لله هذا الحمد لله بيننا ها لك الحمد والشكر
هذا دابا هذا الزيتون الصغير عاد كله بالكوتا كوت بدا كيفاش كنصقيه بالصقيع. كلشي اللي غلا ما كاينش شي حاجه اللي عطاش شي كي دابا غلا كلشي اللي زيتونا كيف كيف كلشي غلا. غير الغلة الزيتون والبرقوق بارك عليك السي عبد الحكيم. الحمد لله بارك الله الخير. وراه وراه كاينه غله اخرى العام الجاي تكون ما بيناش عندي هنايا ان شاء الله الرحمن الرحيم كاينه 250 ديال الشجر راني غاصبين هذا الزيتون هنايا الكرموس. ها هي كاينه ها هي السبع هاي هذه غله اخرى ما كايناش عند شي واحد هنا كاع تبارك الله. بين الزيتون والزيتون كاين شجره واللي ما كان اللي غرسها العام عاد كاين بس ها هو الشجره الصح الشجره راه معاد كاين. المهم ما بين الزيتون والزيتون كاين شجره تبارك الله بحال هذا راهم غاديه ما بين الزيتونه والزيتونه. تبارك الله اللي كاين اتساع والمسافه بيناتهم لحقاش دابا هذا الشيء واسع بزاف ما عندوش يبقى خاوي خاوي. الله يعطيك الصحه. خضوري الحمد لله ما جيت لنا النخ لا وا في النقص حمش الدوري يمشي الدوري بوزا ما يعطيك هاني تقول هو تم جديد الدوري ولا نربو تقولي ما زير بور ما جات مقرب ولا مزيان كيف واحد ما جات انت تسير سنتر هو تنسوف هذا دابا هذا الزيتون ديال 24 عام هذا كبير تبارك الله تبارك الله الله يسخر النخ يلا ين غير الزيتون ديال وهذا هذا السي جمال قلت ديال 24 عام هذا الزيتون عندي هنا واحد 100 هذه خلاص كاين اللي كتعطي خنشانيشان تبارك الله. لا لا حنا الخير تبارك الله كاين شي شويه الفوق ديال البلاد ما مخدومه في هذاك اللوز ولا ما سماش هذا ما فين واصل هذا ما كان سقيه بالساقية كلش هذا الاخر ديال السقا هذا الجهة الفوق كيتغلب لي الموتور خاصها الطاقة الشمسية هذا اللوز مع وعيني هذاك شوي تعاود داك اللوز وها ها الخدمة سي جمال الله يعطيك الصحة هذا كيتسقى بالساقية ما دايروش الكوتا كوت هاد الكبير هذا من داك الكوتا كوت لهنا كيتسقى بالساقية وهذه هي اللي مازال ما نسقيهاش الزيتون سقيه غير ثلاثة خطرات وبعد منه
الزيتون كنسقيها انا في 97 ها وبعد منه راه حنا مجربين حنا الزيتون قربوا وما كاينش الزيتون بزاف الماء بزاف هادي موضع الفيلا الا كان باغي يسافر مولا هنا هادشي علاش راه حنا كنهضروا دابا هنايا اجي تشوف الحمام موقع ممتاز واش اللي لازم شوف غير حل الشرج من البوي بلاش واحد متلج بركه السيد الا وقف على هادشي نيش انا نخدم غير الزيتون من العام الاول ما باقيش قلب على الفلوس قلت له والله الا مخير لحقاش هو انا عندي كيدخل على الغله